الاسد الرئيسي. والسفير محمد البدري دوره بصراحه من اول ما خرجنا من الصين لغايه ما وصلنا هنا وبيتواصل معانا دايما. والسيد الوزير طبعا الناس اللي موجودين كلهم دايما بيتكلموا باسماء هي مش مقصره في دورها. نشكر الجميع بصراحه وخصوصا طبعا السيد الرئيس. طبعا مبسوطين ان احنا خرجنا من الحجر ومبسوطين بكل الدوله عملته عشاننا عشان تجيبنا من الصين وتجيبنا لحد هنا وخرجنا لاهلنا بخير. فالحمد لله على كل حال يعني اللي حصل ده مفاجاه بس الدوله قامت معانا بالواجب والزياده. مش عايزين ان هي تخلص بصراحه. يعني من الفرحه يعني اللي كنا من احسن الفترات اللي احنا قضيناها في حياتنا هنا. ان شاء الله قد فتره ممتازه. لا يا مصر.